فاز سائق مرسيدس لويس هاملتون بسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2019 للفورمولا 1، وفقد لوكلير الذي بدأ من مركز أول المنطلقين قوة المحرك قبل 10 لفات من النهاية، وأنهى السباق في المركز الثالث وحصل على نقطة إضافية بتحقيقه أسرع لفة. وشهدت الحلبة أجواء تنافسية، حيث استطاعت البحرين صناعة نجاح جديد يضاف إلى سجل نجاحاتها المتوالية على المستويات المختلفة، والذي يصادف هذا العام الذكرى 15 منذ قبولها تحدي استضافة سباقات الفورمولا 1 العالمية على أرضها عام 2004، لتصبح حلبة البحرين الدولية منطلقا لهذه السباقات في الشرق الأوسط، ولترسخ اسم البحرين على خارطة السباقات الدولية للفورمولا 1.